مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والمؤلم من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي المحمدي مع هذه الأم هذه اللي عندها زوج ديال البنيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى الزوج ديالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم إعاقة في وجههم. وخا حنا كنعرفوا أن الإعاقة هي الإعاقة ديال العقل، الإعاقة ديال الدماغ، الإعاقة ديال الإرادة، الإعاقة ديال التفكير، هذا هو هذه الإعاقة اللي ممكن أننا نقولوا عليها فعلا إعاقة، هي الإعاقة ديال الإرادة وديال الرغبة في النجاح وفي العمل إلى آخره. ولكن فاش الإنسان كيكون عنده غير إعاقة يعني في الجسد ديالو، إعاقة عضوية، هذه ما كنعتبروهاش إعاقة. فالآن مشاهدي قناة شوف تي في معايا الأم اللي غادي تتكلم على المعاناة ديالها مع الزمان، مع المصروف إلى آخره. السلام عليكم. السلام أختي. الله يحفظك. عاودي لنا اختي، كيفاش كتعيشي؟ كيفاش؟ واه اختي كنعيش هكا. كنعيش في حالكم، كنخدم عليهم، عانيت مع هادي تدا، عانيت معها قريتها والدردفت وداك الشيء. في الاخر مسكين، ممكن اللي يعاونوا، لا جمعيات لا والو. وانا يا انت كتشوفيهم، كان هادي تا هي الله بديت كنتعافر معاهم. قد يعافك الميكرو شويه هكا. كنت عافر معاهم وداك الشيء، ها انت كتشوف. واش هما زادوا بالبنيات من 3 سنين وانا كنعاني معاها دابا هادي. ومن من ديال الله سبحانه، ديال الله. زعما واش كان شي مشكل مثلا في الولاده ولا شي حاجه؟ لا ولا داك الشيء ما قدر الله وصافي، قدر الله. وانت كتشوفي وبنات بغات من كيكون في عمرهم 3 سنين كيبداو غاديين وكيمر يعواجوا الرجيلات. شنو هي الاعاقه قلتي ديالها؟ ديال هذا عندهم الفشل ديال العصب ديال رجلين. ايه شي اللي عندهم. وكنتي كتديهم الطبيب الصغر ديالهم؟ كيعاونوني الناس وداك الشيء، كنديهم الطبيب المخزن، كنديهم ميريزكو وداك الشيء. شنو كانوا كيقولوا لك الاطباء؟ وكيقولوا كيديروا داك الشيء، كيقول لي داك الشيء زعما خصهم الترويض وخصهم بزاف د الحوايج داك الشيء، بقيت كنتبع عليهم. ايه صافي. وهذه تاهي هي كتاب المكتوب هاد البنيه تاهي. واخا البنية الكبيرة يعني تزادت بالإعاقة ديالها ياك، والبنية الأخرى صغيرة؟ تا هي نفس المشكل. واش هذا مشكل وراثي ولا شنو؟ شي كيقول لي وراثي، شي كيقول ما عرفت أنا من أختي، ما فهمتش هذاك الشيء، ذاك المرض ديالهم. الأطباء فاش كنتي كتمشي شنو كيقولوا؟ قالوا لي ذاك الشيء غيكون وراثي عندهم، كيكون وراثي عندهم. إيه واخا شكون اللي كان فيه هذا المرض ديال الفشل ديال الأعصاب في رجلي؟ تو واحد ما والزوج ديالك شنو هو الزوج ديالي؟ قال لي اكسيده اكسيده هو من صغرو اكسيده. ايه هو اللي وقع لي هذا المشكل. وانا بناتي ملي ولدت هما عاديين، انت كتشوفي بداو غاديين وكيمرضوا ليا اعصاب ولا التعويض ديالو ما عرفتش انا هادشي. لا هادشي باقي صغير في الدار، هادشي باقي صغير انا خديته بحالك، انا تزوجت بيه بحال هكا. ايه واخا دابا كيفاش كتعيشوا؟ كيفاش كتصرفوا؟ كيفاش؟ وانا كنخدم عليهم وكيعاونوني بحال هكا الجيران، وكيرافعوا عليا بحال هكا وغادي ندردف معاهم تيحل الله. فاش شنو كنخدم؟ تمشي الميناج عند الناس. المهم كتقاتلي، ما تقوليش وانت كتحشمي، كتقاتلي مع الزمان، كتخدمي على راسك على بنيتك، ما تقوليش الميناج وانت كتحشمي، بالعكس خصك تفتخري براسك. انت ماشي كتمشي تجريسي ولا تسرقي ولا كتقولي شي حاجه؟ لا كنخدم عليهم بعرق كتافي. بعرق كتافك كضرب على تماره، واخا تاخذي 50 درهم 20 درهم 10 درهم تمارتك هذه. فهمتي؟ يعني قولي انا كنخدم في الميناج، كنمشي نخدم في الديور، كنتقاتل على بنياتي، يعني ما فهمتي يعني الحمد لله. ولكن داك الشيء اللي كتصوري ما كيكونش كافي. كافي شي خاصهم بزاف د الحوايج، ها الطبيب، ها بزاف ما المعيشه، بزاف د الحوايج. هادي هي قريتها، قرات مسكينه تا ولات عندها 30 عام، هي ديبلوماتها توعى، دوزت الكونكورات شحال من مره كدوز، وكنمشي انا وكان تكركبوا تا الرباط وداك الشيء ديال سيدنا ديال سيدنا. عطيها الورقه نوري لها جهاز القانون. جريت بها وداك الشيء واحد الكونكورتي ديبلوماتها ها الباك ديال ها ديبلوم ها قريتها في مخزن صالح، قريتها في تحت الكليه. اشنو الكليه هاي؟ طرق جديده كافحت معاها. ما كاينش اللي خدمني دوز الكونكورات ديال الدوله،
ولكن ما بقاش يخدم ليا، كان دق بابو كيقول لي واخا واخا ولكن علاش عيطوش ليا؟ على حسب المرض ديالي وما كاينش ولوجيات وما كاينش فهمتي، حنا وضعيه خاصه خصنا بزاف د الحوايج. انا غنندم معاك لايف بوحديتك وغادي نهضر معاك مزيان واخا على هذا المشكل. واخا بنتي واخا قلتي لي دابا انت اللي داكشي اللي كتصور لنا ما كيكونش كافي، شحال تقريبا كتصوري في الاسبوع؟ كل مره واش ما كلشي كنخدم كل مره وعد من كونوني في بلياتي وبزاف د الحوايج. فانت شنو المعيشه كديره وانت السكنه كديره وداكشي ساكنه دار الورثه كل واحد ساد بيته، مخزن ديال المخزن كل واحد ساد بيته. قولي لي رقم التليفون ديالك. لا طرق 07 76 80 80 96 42. عاودي لينا 07 76 80 96 42. مشاهدي قناة شفتي ليك كما شفتوا معايا كانت ديال المعاناة ديال الأم من قلب المنزل ديالها مع وليداتها ومع الزوج ديالها اللي حتى هو عنده إعاقة بسبب حادثة سير، بسبب حادثة سير اللي وقعت ليها. كيفما كتشوفوا عند بنياتها اللي قراو حتى هما ويعني كيفين تقاتلوا مع الزمن إلى آخره. وهذه دابا كانت هي يلاه كنقري فيها دابا عند هذا العام درت لها الكاتريام وهذا العام إن شاء الله السانك أيام حتى هي كانت ديال مش نجرى ونمشي انا وكاع نقري ونبقى باركه معاها في المدرسه تنجيبها. الله يحفظهم ليك اختي والله يفرحهم الله يفرحك يا ربي بهم. واخا تعطي عافاك الميكرو لبنتك. دوي على حقك انت. سلام سلام. عرفتي عليك اختي. انا سميتي سكينه شباني حاصله الاجازه في قانون العام.